هنا كيف ما كتشاهدوا دابا هانتوما ان شاء الله باش حنا بدينا في عندنا تقريبا شي 36 طير ديال الدجاج. 36 طير ديال الدجاج، خديت جوج معلقات هادو ديال الحطان كيف ما كتشاهدوا بالضبط، ديال السكنجبير تقريبا بحال واحد شي تكون شي جوقيات، جوقيات تقريبا، وجوج قدهم ديال الخرقوم بلدي، وعاشق ديال الاكل او ملعقه ديال الاكل ديال السمن. هنا واحد مزيج ما بين الضماس والملون الغذائي على حسب اللون، تقريبا واحد جوج صاشيات ديال الضماس الزعفران. هنا واحد الملعقه ديال تقريبا شي 15 درهم ديال بسبيسه وقعقله، مزيج ما بين بسبيسه وقعقله، وملعقه الاكل ديال البزار كيف ما كتشاهدوا. هنايا عندي ثلاثه الحامضات مصيرات مغسولين مزيان وجوجات خضرين بسم الله. هنا بالنسبه للثومه عندي اربعه الروس ديال الثومه، الحال بارد يعني الثومه ماشي مشكل، ملي كيكون الحال سخون الثومه كتكون مجهده، كنحاولوا نقصوا منها، هذا سر من الاسرار بسم الله. هنا دابا الربيع كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله توا باش غادي نطحنوه، وها انتم معانا. بالنسبه للدجاج هو هذا، ها انتم كيف ما كتشاهدوا مغسول منقي مسقطر، دابا ان شاء الله باش غادي نبداو نشرملوه. هنا دابا بعد ما كيف ما كتشاهدوا جمعت القامه بسم الله بلاتي تخوتي، دابا ان شاء الله ها انتم كيف ما كتشاهدوا كندخل ليه القامه بهذا الشكل مزيان، وديما كنفرع ليه هاد الصدر ديالو بحال هكايا، ثم ديرو مغرف ماشي مشكل، وكنحاول كنجمعو بحال هكا. ديما كنقول لكم انا الدجاج راني ما كنكت يعني ما كنكتفوش، كنورك ليه على الصدر ديالو بحال هكا، وكنورك ليه على هاد الضلوع هنايا كيتهرسو، الفروج كيتشلل كيبقى ها نتوما الطريقة ديالتو بحال هكايا. صافي حتى كنكملو، هادي طريقة العبدي في التشرميل ديال الدجاج، كندخل ليه العطرية مزيان هنا لهاد الفخيضات كيف ما كتشاهدوا، الصدر ديالو مزيان، وديما ها بحال هكا. صافي كناخد الرجل كندير ها ها نتوما الصبعي بحال هكا ها نتوما، وكنشد هاد الرجل بحال هكا ها، سهله بالنسبه للناس اللي كيغلبهم الدجاج، سمع صوت الطرديقه ديال الصدر. كنفلقص ليه هاد الكاشوش من هنايا وكنهرس ليه هاد الضليعات، الفروج كيبقى واخد الفورمه ديالته هانت. هذه الطريقه ديال الشرميل ديال الدجاج ديال العبدي، ونتمنى الفيديوهات السابقه ولا اللاحقه كي قلت لكم تنال اعجابكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم كاملين في قناه الطبخ مع عزيز العبدي. وإلا كان دجاج رقيق عندكم مثلا لقيتو دجاج غليظ مع دجاج رقيق، ديما الدجاج الرقيق يكون في طنجره والغليظ يكون في طنجره، وحتى الميان يكون في طنجره باش ملي يطيب لكم الدجاج يطيب في مره، من الدجاج غليظ كيهز طياب، متوسط حتى هو كيهز طياب، الرقيق كيطيب على غاليه، هذا هو اللي كاين. ومرحبا بكم كاملين. هنا بالنسبه لبعض الاخوات كيسولوني عزيز كيفاش راه كنقرا الكومونتيرات، المهم اليوم باش غنجاوبكم عزيز، علاش الجلده ديال الدجاج كتلصق لينا في القاع؟ انا كنمرق بالماء بارد، ودائما ملي تغسلوا الدجاج حيدوا لي داك يعني داك البقايا اللي غادي نحيدو كامله. هنا دابا بعد ما كيف ما كتشاهدوا جمعت القامه بسم الله بلاتي تخوتي، دابا ان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا كندخل ليه القامه بهذا الشكل مزيان، وديما كنفرع ليه هاد الصدر ديالو بحال هكايا، ثم ديرو مغرف ماشي مشكل، وكنحاول كنجمعو بحال هكا. ديما كنقول لكم انا الدجاج راني ما كنكت يعني ما كنكتفوش، كنورك ليه على الصدر ديالو بحال هكا،
وكنوريك لي على هاد الضلوع هنايا كيتهرسوا الفروج كيتشلل كيبقى ها نتوما الطريقه ديالته بحال هكايا صافي حتى كنكملوا. هادي طريقه العبدي في التشارميل ديال الدجاج. كندخل ليه العطريه مزيان هنا لهاد الفخيضات كيف ما كتشاهدوا الصدر ديالو مزيان وديما ها بحال هكا صافي. كناخد الرجل كنديرها ها نتوما الصبع بحال هكا ها نتوما وكنشد هاد الرجل بحالكم ها ساهله بالنسبه للناس اللي كيغلبهم الدجاج. سمع صوت الطرديقه ديال الصدر كنفلقص ليه هاد القشوش من هنايا وكنهرس ليه هاد الضليعات الفروج كيبقى واخد الفورمه ديالته ها انت. هي الطريقه ديال الشرميل ديال الدجاج ديال العبدي. كنتمنى الفيديوهات السابقه ولا اللاحقه كي قلت لكم تنال اعجابكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بكم كاملين في قناه الطبخ مع عزيز العبدي. وإلا كان دجاج رقيق عندكم مثلا لقيتوا دجاج غليظ مع دجاج رقيق ديما الدجاج الرقيق يكون في طنجره والغليظ يكون في طنجره وحتى الميان يكون في طنجره باش ملي يطيب لكم الدجاج يطيب في مره. لان الدجاج غليظ كيهز طياب متوسط حتى هو كيهز طياب الرقيق كيطيب على غاليه هذا هو اللي كاين. ومرحبا بكم كاملين. هنا بالنسبه لبعض الاخوات كيسولوني عزيز كيفاش راك نقرا الكومونتيرات. المهم اليوم باش غنجاوبكم عزيز علاش الجلده ديال الدجاج كتلصق لينا في القاع. انا كنمرق بالمبارد ودائما ملي تغسلوا الدجاج حيدوا لي داك يعني داك البقايا اللي غادي نحيدوا كامله ولكن ملي غادي تجوا لهاد كيف قلت لكم طفى علينا الضو ماشي مشكل. هاد الجلده ها نتوما كيف ما كتشاهدوا ها نتوما الدجاج هو مغسول ولكن الاغلبيه ديال الاخوات كيغسلوا كيحيدوا يعني كيفرقوا الجلده على الصدر ديال الدجاج. هنا بالنسبه لهاد الجلده تما فين كتلصق في القاع ديال الطنجره وكتلصق لا نحيدوا هاد الشحمه وهاد البقايا اللي كتكون هنا في الصدر ولكن خاص الجلده تبقى شاده ها نتوما كيف ما كتشاهدوا خاصها تبقى شاده دائما في هاد الصدر. الود تبقى شاده في هاد الصدر باش ما يعني باش هاد سميتو كي كنقول لكم باش هاد الجلده ما تلصقش لكم في القاع. هذا هو السر ديال الدجاج. الدجاج بالنسبه لي انا راني جيت لقيت الناس غاسلينو وريتهم الطريقه غير في التليفون ها نتوما الحمد لله راه كلشي اللي يعني الناس حنا ما كناش كنعرفو بكثره الممارسه وباننا كنشوفوا عند الناس اشنو كيديروا باننا تعلمنا على الناس الاولين الله يجازيهم بخير هما اللي علمونا هاد الطرق ديال الطبخ وهاد الاسرار ديال الطبخ. فلهذا كي قلت لكم ها نتوما دائما هاد الجلده ها نتوما ديما ها نتوما كتبقى شاده ديما لاصقه فيه صافي. ملي كندير انايا كنحطو على الصدر ديالو ما كنقلبو ما والو كنمرق بالمطيب ولكن ملي كنجي مثلا نحطو في الطنجره بحال هكايا كتبدا تغلى الطنجره كناخد واحد المغرف ديال الكعوت وكنحاول نهز الفروج بهذا الشكل بحال هكايا ونحط بحال كنحركو باش ديك الجلده ما تلصقش ليا في القاع. هذا هو اللي كاين ومرحبا بكم. حتى انا الا جيت لقيت هذه الجلده يعني غاسلين الناس تحت منها مسلوته راه كتلصق ليا ضروري ما غادا تلصق ليا واخا ندير الدجاج على صدرو واخا ما نقلبوش واخا شي حاجه. المهم هانتوما تابعونا ان شاء الله حتى نكملو. انا دابا كيف ما كتشاهدوا بعد ما شرملت الدجاج ديالي ان شاء الله دابا خليته غيبات في هاد الاقامه ياخذ داك اللوغو ديالو او داك المذاق اللي في ديك العطريه يتشرب مزيان. الصباح ان شاء الله يصبح ربي فتاح غنوضو غادي نشعلو عليه الفرن واس. كي قلت لكم انا كندير ليه الماء طيب راكم عندي في الفيديوهات السابقه كنروي او كنمرق بالماء طيب باش الجلده ديالته ما تشتتش والرجلين ديالو ما يتحلوش
وكيبقى بالطبيعه ديالته. ها انتم ماما جوج طماجر، عندي شي 36 طير ديال الدجاج، وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا الفيديو ديال الدجاج حتى هو ان شاء الله، وانتم معنا. هنا بالنسبه للقشاوج ديال الدجاج او القناصي ولا عناق الكبده، يعني الدغميره ديال الدجاج، بعد ما غسلناها وصفيناها درناها في طنجره، درنا عليها شويه الحامض وشويه يعني شويه لقامه ديال الدجاج باش كنطيبوه، باش كتحيد من هذيك الفوريا وكتاخذ ديك البنه ديال الدجاج. صافي كنقطعوها بهذا الشكل. ملي كطيح البصله راكم عارفين، راه عندي في الفيديوهات السابقه بانني راني كنديرها حتى للاخير، وتابعونا ان شاء الله. هنا بعد ما صبح الحال وصبح ربي فتاح، تقلي حنا رديناها كيف ما كتشدوا، بسم الله. بالنسبه للتقليه العطريه راني درتها فيها كامله، باقي ليا غير الكمون. تسولوني على الكمون ما درتوش، الكمون راه ما كنديرو حتى كطيب التقليه. علاش؟ باش ما يعطينيش ديك الموره. هو وزيت الزيتون، انا درت ما درتش زيت الزيتون في الاول، لان يعني ما غاديش زيت الزيتون كيبقى في الاخر ملي كنزيدو عليها كيعطي واحد النكهه، هو الكمون اللي هي لذيذه، واحد شويه ديال حك ديال المطيشه. انا ما كنديرش فيها المطيشه الخضراء وما كنديرش فيها البصله كيف ما كتشاهدوا، وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا الطبق ديال التقليه ديالتنا ونحطوه ان شاء الله بسلامه. هنا بعد ما صبح الصباح ان شاء الله وصبح ربي فتاح كيف ما كتشاهدوا، بالنسبه للدجاج ديالنا هو هذا، حنا رجعناه يطيب. يعني اللون ما كيبانش ليا مع الباش صفر. ها انتوما الباش صفر كيعطيني الصفوريه، كلشي كيبان صفر حتى من الغطا ديال الطنجره يبان صفر. ردينا كي قلت لكم الدجاج يطيب، دابا ان شاء الله بعد ما يطيب غادي ننزلوه. انتوما معنا هنا بعد ما طاب الدجاج كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله، دابا باش غادي نحطوه فوق الطابله يتسقطر، ومن بعد نديروه في اللاطه تحت الفرينات ديريكت يتحمر، وتابعونا ان شاء الله حتى الاخر ديال الفيديو. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا عندي اللحم، كي قلت لكم غادي ناخذ القياس منه بالنهار وما تبقى ليا غادي نديرو بالليل، عندنا الرجال بالنهار ان شاء الله. ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم كاملين خوتنا المغاربه اينما كنتم واينما حللتم بجميع بقاع العالم، مرحبا بكم ان شاء الله في هذا الفيديو ديالنا في ولادي الرو، ومرحبا بكم. دابا الدجاج انتم كيف ما كتشاهدوا بعد ما درناه تسقطر ان شاء الله، دابا باش درناه في الطاوه غادي نديرو تحت فرينات يتسقطر، وتابعونا ان شاء الله. هنا بالنسبه للحم ها انتم كيف ما كتشاهدوا، بسم الله، ها هما طروفه كبار، شوفوا الطروفه كي دايرين. ها انتم دوزي هاد الحم. خديت درت هنا جوج طناجر، هي طنجره، وبالنسبه لها الطنجره بالنسبه لهذه غادي نخليها ان شاء الله اللحم فيها باش نقادو ثاني للعيالات كي قلت لكم ديال العشيه، وتابعونا ان شاء الله باش غادي نديروا ليه العطريه. هنا بعد ما سلتنا الدجاج كيف ما كتشاهدوا، انا درت تقريبا واحد عادي قلت لكم 10 طوابل، درت تقريبا واحد 7 كيلو ديال البصله، ما بين 6 كيلو 7 كيلو على حسب. اليوم عندي الحطان ديال الدجاج، يعني حطه وحده، دقه وحده ما عنديش فيه الكراد، غادي نشحر الدغميره ونوقفها مزيان باش تجيني معلكه ومعسله. ها انتم معنا ان شاء الله حتى الاخر. الزيتون راه عندي غير الخضر كيف ما كتشاهدوا، ها انتم اسلقت دابا هذه السلقه الثالثه باش نحيد منه الملح. المهم ان الموجود اللي جابوا لي يا الزيتون احمر يا الزيتون خضر، ما عندناش مشكل، كل شيء كيجي مع الدجاج، الفايده في البنه والمذاق. وهنا اللحم ها انتم بعد ما درت ليه العطريه كيف ما كتشاهدوا، ها هو يا شرملتو، قلت لكم البشره صفر، كيبين لي كل شيء صفر حتى من وجهي انا وبنت خويتي ولا صفر. بنت الحم راه مضاربه هي و هي وبنت خويتي، هذيك تقول لها الكرسي وهذيك اش قالت لك اش صاحبتي؟ قالت لها بغيتك وبغيت نسمع. هذه بنت خويتي قالت لتوريا، قالت لها الكرسي، وبنت خويتي وتوريا قالت لها بغيتي نسمن؟ سمن نطي لي مع ستة صباع جمتي؟ يلاه البغرير. المهم انتم كيف ما كتشاهدوا كي قلت لكم
اللحم هو ديال الغدا ديال الرجاله هو هذا، وبالنسبه ديال العيالات هو هذا. هانتوما راني وجدته، درت ليه اللقامه ديالته المروزيه ديال اللحم، هنا واحد شويه قعقول له بسبيسه زدتهم عليه، شاطو من الدجاج، سكنجبير، خرقوم بلدي، الابزار. نعم عمي، بطات لي ريحه زينه. ايوا الحمد لله، الله يزين ايامك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. بات العريس الفقيه كيقول لك عطات الريحه زينه من نصيب، الحمد لله. نتمنوا الباقي حتى هما يعجبهم الماكله. كي كنقول لكم بزار سكنجبير، الخرقوم بلدي، المرزيه اللحم، سميتو ما درتش اليوم القرفه، درت واحد دروز ديال الثومه حطيتهم هنا، والبصله انتما كيف ما كتشاهدوا دابا، القزبر والمعدنوس ان شاء الله، والملح على حسب الذوق، والضامات ديال الزعفران بالطبيعه. وتابعونا ان شاء الله، ملي غادي يغلي اللحم واحد شويه غادي ندير ليه سميتو زيت الزيتون، لان عندي ليدان كاين الشحمه في اللحم. وتبارك الله على خوتنا المغاربه، ومرحبا بكم. خويتي دابا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله، اللحم انا سندير فيه بالطريقه تشحر مزيان. هنا باش غادي نزيد واحد شويه ديال السمن، لا ما عرفتها ماشي ديالي، حطنا الحمص. لا راهي هنا كيف ما كتشاهدوا، كي قلت لكم بعد ما زدتوا شويه ديال السمن كنشحر الحيمات مزيان. خو العريس راه مصدع علينا روسنا، جاي مضارب هو الحمص. صافي كنقلبوه مزيان وكنغطوه، نعطوه المرق الكافي بعد ما كياخد داك اللون ديالو. صافي كياخد اللون ديالو ان شاء الله، وكنغطوه، باقي عندي الوقت يطيب على خاطرو. تابعونا كي قلت لكم تابعونا ان شاء الله. دابا هذا اللحم حنا سالينا المرحله ديالتو، دوز المرحله ديال الحريره اللي بقات لينا هي والسفه ان شاء الله، باش نشارك معكم حتى هما الطرق ديالهم للاسئله ديال العديد من الاخوات. ايوا هنا الخبز كيف ما كتشاهدوا احنا جبناه ان شاء الله، باش توا الطلبه راه ما سيقراو. وتابعونا ان شاء الله تنكملوا المناسبه ديالتنا، ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. ودابا كيف ما كتشاهدوا بعد ما طابت تقلينا راه كلشي كيبان صفر، حتى من وجهي ولا يبان صفر مع هذا الباش. بسم الله احنا ان شاء الله باش غادي نحطوا التقليه. التقليه يا ربي السلامه كيف جات، ولكن خساره ما كناكلهاش، هذا هو المشكل. اكل الحمد لله صحتي هي الاولى، الزانه ما كلينا في التقليه، وما كلينا من اللحم، وكلينا كلشي، ولكن الحمد لله والشكر لله. عطي الناس يتغداو، ارشي الكمونه بنت خويتي، رشي. كنديروا عليها واحد الرشه ديال الكمون باش تبقى حيه كيف ما كتشاهدوا. انا راه درت لها مطيشه الحك، ودرت لها الزيت الزيتون، ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. هنا دابا بسم الله على بركه الله ان شاء الله باش غادي نحطوا الدجاج. وبالنسبه للدغميره هي هذه كيف ما كتشاهدوها انتوما، كيفاش ملابقه. قلت لكم عندي غير الحطان قليل. صافي ان شاء الله اللحم راه كيسخن، الحريره راه كطيب كي قلت لكم. ايوا الحمد لله والشكر لله، وها انتما معنا حتى نكملوا ان شاء الله. كي قالوا الناس الاولين ولدات، كنا في 6 طوابل ولينا في 8. مول العرس قال كاسيدي باغي يفرح بالناس، دار 6 الناس في الطابله. هاري الهريسه بتي، هاري الطلبه يبغي الهريسه، تحيه للطلبه فين ما كانوا. يعني شي فقيه مقردحه فينا بتي مقادين عظامنا، الله العالم بهم. بلاتي بنت الحمري، بلاتي بلاتي تحرقي ليا، بلاتي تحرقي ليا بنت الحمري، وباقا امي ما بقات تولدك ما بقات تخلفك. نكملوا ان شاء الله وانتم معنا. ودابا هنا كيف ما كتشاهدوا صافي حطينا، وا بنت الحمري روغي بتي درك من هدي خرجني في جريده الرسميه، روغي بتي روغي. تبارك الله على سيدي عزيز الولد الزين هذا، راه نصيب الفقيه
تحيه لي من هذا المنبر. وتشوف فيا تشوف الريح. مرحبا بك، السلام عليكم. كي داير اخويا؟ بخير. مرحبا بك، مرحبا بنا عندكم. الله يسر. هذا هو عمك. راني مش راني ما شادش عليه، اشاد عليك انت. هو هذا عمي. وكي داير عمي؟ عمي السربي، عم كلشي هذا. تبارك الله عليكم، الله يسر الامور. هزوا اخويا، مرحبا بكم، والله ينفعهم والله يسر ليهم. ومرحبا بكم كاملين. راه نكملوا هذا كامل صافي، عايز كلشي كامل. بقى لي عاطر سي زدناه في الاخر. دابا اللحم كيف ما كتشاهدوا ها هو حطيناه حتى هويا. ومرحبا بيونس، هذا اخو العريس. الله يكمل بخير. أمين. الله يسر لكم والله يسر لكم كاملين ان شاء الله. وهذا راه سيدي عزيز، ولدنا وخونا وصديق. اخو عزيزي الله يحفظك، الله يبارك فيك. تبارك الله، عطريه مزيان، كيسعى الناس. الله يحفظك، طياب احسن طياب في العالم. الله يبارك فيك، الله يسر لك. تبارك الله على اغنيتك. تبارك الله على التوقيتك. بارك الله فيك، الله يسر. تبارك الله على اكرام، الله يسر الامور. الله يكرمكم دنيا واخره، الله يكرم جميع المسلمين. وانتم الفيديو ديال الدجاج ان شاء الله راه ديالنا تقريبا راه كمل مع اللحم. ومرحبا بكم كاملين.